السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. انا ام مكة ودي قناتي. لو اول مرة تشوفوني يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ولايك للفيديو. النهاردة ان شاء الله هنعمل معاكم الكبسة بالفراخ، بس الطريقة سهلة وبسيطة جدا. هنعملها كمان في الطاسة، ممكن تعمليها في حلة واحدة، دي كبسة الحلة الواحدة. ممكن تعمليها في حلة في طاسة وغويطة، مش هتاخد منك وقت خالص، ومش هنوسخ معانا ولا نبهدل اي حاجة خالص. في حلة واحدة وهكون كل حاجة ان شاء الله جاهزة، وهتعجبكم جدا وطعمها حلو قوي. بس قبل ما ابدأ الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لايك للفيديو. معايا هنا فرخة اي حجم موجود عندك، وتقطعيها اي تقطيع انت حباها. انا معايا فرخه وسط، فعاملاها 4 ارباع زي ما انتوا شايفين. انا غسلاها بملح وليمون وخل، ونقعها كويس، وشطفتها وصفتها وجبتها معاكم. ومعايا هنا البهارات بتاعتنا، ملح وكركم، ومعايا معلقه من 7 بهارات، ومعايا كزبره، ومعايا بصل بودر وبابريكا وفلفل اسود وملح ابيض. هي دي كل البهارات اللي هحتاجها النهارده ان شاء الله عشان اتبل بيها الفراخ قبل ما نبدا معانا الكبسه. ومعايا كمان هنا للتتبيله حوالي 2 معلقة كبار من الزيت. هجيب بقى حل او بول او طبق عندك، اي حاجة موجودة عندك. هبدأ احط فيها كده الفراخ زي ما انت شايفين. الطريقة دي من اسهل واحلى واطعم الطرق اللي ممكن تعملي بيها الكبسة. انا هنزل بكل البهارات كده على الفراخ، انا ما عملتش فيها اي حاجة خالص غير اني غسلتها وصفتها. وهبدأ احط عليها كمية البهارات اللي انا قلت لكم عليها، من كل حاجة معلقة صغيرة. وهبدأ انزل ب2 معلقة كبار من الزيت، اغلب بيهم كل التتبيلة دي معايا. هبدأ اوصل بس التتبيلة لكل مكان كده في الفرخة. تتبيلة بسيطة وسهلة وطعمها بيطلع حلو جدا. انا هخلص التتبيلة دي بقى وهغطيها واسيبها مش اقل من 2 ساعة في التلاجة لحد ما تشرب بس من طعم البهارات دي كويس. وهرجع لكم تاني برضه هوريها لكم شكلها عامل ازاي. بص حبايب قلبي، كده كانت خلاص فات حوالي 2 ساعة. انا كنت مغطيه الفراخ طبعا، دخلتها التلاجه 2 ساعة ورجعتها معاكم. كده كانت خلاص معايا اتبلت، ومعايا بصلايه كبيره مكعبات، معايا معلقه كبيره من الصلصه، وحوالي 4 فصوص ثوم مهروسين، ومعايا هنا ورق لورا وحبهان وقرفه، ومعايا هنا طماطميه مكعبات. هي دي كل المقادير ان شاء الله اللي هحتاجها النهارده. هبدأ اجيب بقى الطاسة بتاعتي الوك، لو مش موجودة عندك اي حلة هتمشي معاكي. هبدأ احط فيها كده شوية زيت معتبرين، يعني حوالي 1/4 كوباية من الزيت كده في قلب الطاسة. هسيبه يسخن بس معايا بسيط كده، وهبدأ انزل معايا بالبصلاية اللي انا مقطعاها مكعبات. دي بصلاية كبيرة، او لو عندك بصلتين وسط هتمشي معاكي. انا عايزة البصلة دي معايا تدبل، مش عايزاها تحمر برضو. هبدأ اقلبها معايا تقليبة كده، واول ما احس ان الزيت سخن معايا تاني مع البصل هبدا انزل بالبهارات بتاعتي، ورق اللورا والحبهان وعود القرفه. هنزلهم كده يطلعوا ريحتهم بس في السخونيه دي. اول ما البهارات طبعا بتنزل في الزيت او على حاجه سخنه الريحه بتاعتها طبعا بتطلع على طول، مفيش دقايق وبتلاقي الريحه دي كلها طلعت. القرفه والحبهان وورق اللورا بيدي طعم حلو قوي للكبسه جدا، لا غنى عنهم يعني. هبدأ بقى الفرخة اللي اتبلت معايا دي، هبدأ انزل فيها كده على البصلاية وورق اللورا والحبهان وعود القرفة، بس هنزل على الجلد بتاعي، يعني على الوش بتاع الفرخة مش على ظهرها، على اليمة اللي فيها الجلد، عشان انا عايزاها تاخد صدمة ولون معايا كده من يمة الجلد كويس. انا هسيبها كده تاخد الصدمة بتاعتها، تاخد حوالي من 5 ل10 دقايق، يعني الجلد بتاعها يحمر معايا كأنك بتحمري كده الفراخ معاكي. الريحه بتاعت البهارات مع التتبيله اول ما نزلت معايا على النار الريحه طلعت ريحتها فظيعه جدا، حلوه قوي. جربوها ان شاء الله تعجبكم، سهله وسريعه ومش هتاخد منك وقت خالص. والمره دي كمان انا هعمل لكم الكبسه بالرز المصري العادي خالص. انا كنت عامله لكم اللي هي باللحمه بالرز البسمتي، المره دي هعملها لكم بالرز المصري وهتطلع طعمها تحفه. جربوها تعجبكم قوي. انا خلاص كان الجنب ده احمر معايا، بدات اقلبها كده زي ما انتم شايفين. واول ما هبدا اقلبها كده هبدا اضيف بقيه الحاجات المكونات الموجوده معايا. انا قلبتها على الجنب ده، اول ما هقلبها معايا كده على ما تحمر على الجنب التاني هبدا احط معايا الثوم المهروس والطماطميه اللي انا مقطعاها مكعبات، ومعلقه كبيره من الصلصه،
وهبدأ اقلبهم كده عليها. انا مش عايزاها تتقلب معايا الفراخ تاني على الجنب التاني، هبدأ بس احاول انزلهم كده معايا عشان يغلوا مع البصل ومع الزيت اللي احنا حطيناه. وهبدأ احط معايا كده معلقة كبيرة من الملح، وهسيبها معايا كده حوالي 10 دقايق كمان. كده كان خلاص فات حوالي 10 دقايق، والجنب ده خلاص احمر والطماطم خلاص معايا تمام. هبدأ ازود حوالي 5 كوبايات من المية كده على الفراخ والثوم والبصل والطماطم والبهارات، كل ده هنزود عليه 5 كوبايات بس من المية، وهسيب كده الفراخ تستوي فيه. انا هخلي الفراخ بقى تستوي وتاخد طعم لكل البهارات والبصل والحاجات اللي حطيناها فيها دي، وبعدين هقول لكم هنعمل ايه تاني. انا بقى هبدأ اغطش عليها كده عشان تستوي معايا. بص حبايبي كده كانت بدأت تغلي، هي بقت 2 سوا، شايفين ما شاء الله عليها عماله تشرب بقى من الصوص اللي احنا عملناه ده كله بالبهارات والتتبيله، وطعمها وريحتها طالعه فظيعه جدا. جربوها صدقوني مش هتندموا خالص، سهله وسريعه وحلوه قوي. هسيبها بس الفراخ تكمل سوا وارجع لكم تاني. بص حبايبي كده الفراخ كانت تقريبا خلاص استوت معايا، هبدأ بقى اطلعها في صينيه معايا، اي صينيه موجوده عندك تنفع تدخل الفرن طلعيها فيها. انا عندي الصينيه دي، هبدأ اطلع فيها كده الفراخ. بصوا معايا سهله جدا، والفراخ خدت لون حلو قوي من الكاري والكركم والبابريكا وبقيه البهارات، وخدت ريحه حلوه قوي كده. كانت خلاص تمام معايا الفرخه، هبدأ اركنها بقى معايا على جنب كده، استوت معايا وتمام قوي. عندي الرز بقى معايا حوالي 1/2 كيلو من الرز كده، هبدأ انزل بيه في الصوص اللي احنا عملناه بالتتبيلة بتاعت الفراخ. هنزل بالرز كله كده. وعايزه اقول لكم حاجه، لو انتوا شاكين ان كميه السوائل يعني الصوص ده كتير على الرز، ابدأوا شيلوا حوالي 1 او 2 كوباية في طبق بره. لو احتاجتوه زودوا بيه الرز، لو انتوا متاكدين ان هيجي على قده خلاص حطوا الرز وكملوا سوا معاكم عشان ما يطلعش الميه بتاعت الرز كتير ويبقى معجن معاكي. انا هبدا اجيب بقى كده حبه سمنه صغيرين كده، وهبدا ادهن الوش بتاع الفراخ بتاعتي كده، وهدخلهم على الشوايه 5 دقايق ياخدوا لون بس. هما خلاص كده اوريدي يعني اتطعموا معايا من الطعم والتتبيله واستووا كل حاجه تمام. هبدا اديهم بس التحميره عشان يبقوا على وش الرز حلو، وارجع اوريهولكوا تاني. بص حبايبي كده كان الرز خلاص استوى معايا تمام قوي، غلي معايا واتشرب ووطيت عليه واستوى معايا وبقى زي الفل. بصوا اللون بتاعه وريحه طالعه ما شاء الله عليها، ريحته حلوه قوي. القرفه مع الحبهان واللورا والبهارات اللي حطيناها مطلعه ريحه الرز حلوه جدا، ومستوي معايا مش معجن ومفرفت خالص معايا، مش متماسك خالص، ما فيهوش اي حاجه معجنه. ومعايا كمان الفراخ خدت لون حلو قوي، هبدأ احطها بقى على وش الرز كده زي ما انتوا شايفين. بص اللون بتاعها ما شاء الله عليها. ولو حابين كمان تعملوها بالسوداني او بالزبيب، لو السوداني هتجيبوه في طاسه صغيره وتبداوا تحمروه على البوتاجاز لحد ما ياخد لون والريحه بتاعت الزبيب بتاع السوداني تطلع، وهتبداوا ترشوها بعد ما تخلصوا خالص على وش الرز بتاعنا، وهتبقى الكبسه جاهزه وتمام وزي الفل. شايفين ما شاء الله وبالف هنا وشفا، طعم الفراخ حلو قوي من البهارات اللي اتطعمت فيها، وكمان الرز مستوي معايا مش معجن ولا فيه اي حاجه، وشرب من التتبيله والصوص اللي احنا عملناه. جربوه ان شاء الله هتعجبكم جدا، سهله وسريعه وبسيطه وتنفع كمان في العزومات. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم وما اكونش طولت عليكم. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس لايك للفيديو.